عايز اسال عن مرحله البرتغال، واسالك تحديدا عن الثنائي كارلوس كيروش وروي فيتوريا. اشتغلت مع الاثنين، انطباعاتك وذكرياتك مع الاثنين مدربين سواء كارلوس كيروش او روي فيتوريا. نعم، أنا أحظى بذكريات رائعة مع كلا المدربين. أنا كنت في نادي صغير في البرتغال وأخذني البروفيسور كارلوس كيروش من النادي لأكون مساعدا له في منتخب البرتغال. هذه كانت أنا كنت فقط 30 عاما، وكانت هذه نقلة كبيرة وكانت مفاجأة كبيرة لي. كانت لحظة من السعادة أن أكون بجانب لاعبين كبار ككريستيانو رونالدو، ديكو، سابروزا، نونو جوميش، كارفاليو. لقد صنعنا فترة كبيرة حينما تأهلنا لكأس العالم في هذه الفترة لكأس العالم 2010. كانت فترة رائعة، ولكن خسرنا أمام المنتخب الإسباني. كانت منافسة كبيرة وخسرنا أمام بطل العالم. فبالتالي فترة كارلوس كيروش كانت فترة رائعة. هو شخصية عظيمة، كانت مهمة لي أن أطور نفسي وأن أتعلم من هذه الشخصية الكبيرة، وأن أعرف كيف أطور نفسي وأطور الفريق وعملية التطوير ككل. نعم، كانت لحظات رائعة من الناحية المعرفية، وأيضا من الناحية الذكريات كانت رائعة على مستوى المباريات. حينما خضنا مباراة كبيرة أمام البوسنة، العديد من الذكريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأيضا في كأس العالم نفسها. وفي نفس الوقت مع روي فيتوريا انتقلت للعمل معه في بنفيكا. في أول موسم له مع بنفيكا كانت فترة رائعة، كانت لمدة عام ولكنها كانت فترة رائعة. كنا الأبطال وفزنا بالدوري، وكنا أبطال الدوري في موسم صعب جدا في الدوري البرتغالي، وحققنا نتائج رائعة في آخر شهر في الدوري. خضنا مباريات كبيرة وخصوصا أمام سبورتنج لشبونة، وكانت أول مباراة لإيدرسون مع بنفيكا، وفزنا بهذه المباراة بأداء رائع منه. وبعد ذلك وقمنا بعمل رائع بنهاية الموسم كما ذكرت، ولكن التواصل الذي كان بيننا كجهاز فني أدى إلى نجاح رائع على مستوى الفني لبنفيكا، وأيضا تأهلنا لكأس الدوري. فبالتالي بنفيكا هو نادي من أكبر أندية البرتغال بإنجازات رائعة، وخصوصا ما حققه روي فيتوريا. وبعد ذلك لما غادرت للبريمير ليج لهال سيتي مع ماركو سيلفا، أستطيع أن أقول أيضا أن هذه كانت فترة رائعة بالنسبة لي.